اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمع الحلقه الثالثه والعشرين من حلقات قصه الحروب الصليبيه. في هذه الحلقه نتكلم عن الاوضاع التي حدثت في العالم الاسلامي في قصتنا قصه الحروب الصليبيه بعد وفاة عدد من الشخصيات المؤثرة في الأحداث في هذه الفترة تكلمنا في الحلقة اللي فاتت على وفاة بدر الدين لؤلؤ اللي هو كان بيحكم حلب خلفا لقلب ابن أرسلان ابن رضوان بعد موت الاثنين فبدر الدين لؤلؤ مات هو كمان وسلمت المدينة إلى الغازي ابن أرطق والغازي ابن أرطق زي ما قلنا كان عنده نزعات جهادية كان شخصية إلى حد ما متوازنة لم تكن كشخصيه مودود رحمه الله لكنه كان مجاهدا ويريد بعض النصر للمسلمين، كان عيبه او مشكلته الرئيسيه الغازي ان الجيش بتاعه للاسف الشديد ما كانش زي جيش مودود، يعني جيش مودود كان جيش ربي على الجهاد وربي على العلم وربي على الفهم الصحيح للدين، اما الجيش اللي كان مع الغازي فكان جيش زي جيوش المرتزقه، يعني يجاهد او يحارب لاجل الثروه لاجل المال لاجل الغنائم لاجل الملك لاجل الاقطاعيات لكن لم يكن يجاهد لاجل الله عز وجل او لاجل النصره وبذلك كانوا كثيرا ما يثورون على الغازي ابن ارطق ويعني لا يصبرون كثيرا على القتال في المواقع المختلفه لكن على العموم كان احد الرجال اللامعين في تاريخ الامه الاسلاميه الغازي ابن ارطق اصبح امير مردين وامير حلب في نفس الوقت لكن برضو يهمنا نذكر أن في ذلك الوقت مات شخصية مؤثرة جدا في قصتنا وهو بولدوين الأول اللي هو كان مؤسس مملكة بيت المقدس واستخلف من بعده على الإمارة بولدوين الثاني أو بولدوين دي بورج اللي كان أمير الرها وأصبح جوسلين دي كورتيني هو أمير إمارة الرها وزي ما قلنا قبل كده أن تانكرد كان مات وكان على إمارة أنطاكيا واحد اسمه روجر الأنطاكي وروجر الأنطاكي كان عنده يعني ميول شيطانية إجرامية للحرب ضد المسلمين وكان أشد ضراوة من تانكرد ومن بوهمند الأول اللي كان قبل الاثنين وبذلك يعني عمل نوع من الصدام الكثير في المناطق المحيطة بإمارة أنطاكيا وقتل عدد ضخم من المسلمين مما دفع الغازي أن يوجه قوته إلى حرب روجر الأنطاكي. بتحصل موقعة كبيرة بين جيش الغازي وبين جيش جيش روجر الأنطاكي، وروجر الأنطاكي كان مستهين جدا بقوة الغازي فخرج لي في مجموعة بسيطة من جنوده حوالي 5000 جندي بينما كان جيش الغازي حوالي عشرين ألف مقاتل ولما عرف إن الجيش 20000 وإن في فرصة أو يعني في احتمالية إن يعني يحصل نوع الهزيمة ليه، استنجد ببولدوين الثاني اللي هو أمير أو ملك بيت المقدس الآن واستنجد ببونز ابن برترام امير طرابلس لكن الغازي باغته قبل ان تصل النجده وكانت موقعه كبيره جدا عرفت بموقعه البلاط وفي هذه الموقعه يا اخواني ويا اخواتي قتل الجيش الصليبي بكامله بما فيه روجر الأنطاقي او روجر الصقلي وبذلك خسرت اماره انطاكيا رجلا يعني مهما من رجالها وخاصه ان ليس هناك امير في إمارة أنطاكيا ليس هناك وريث لأن بوهيمند الثاني ما زال طفلا فوضع بولدوين الثاني اللي هو ملك بيت المقدس وصايته على إمارة أنطاكيا لكن لا شك أن ذلك أضعف جدا من إمارة أنطاكيا وعرفت المنطقة التي تمت فيها الموقعة لمنطقة البلاط عرفت بساحة الدم في الروايات الصليبية لأنها يعني شهدت مقتل خمسة ألاف صليبي دفعة واحدة وطبعا ده كانت موقعة شهيرة رفعت أسهم يعني الغازي في العالم الاسلامي كله بشكل لافت للنظر واصبح هو البطل الذي يحمل يعني الناس امالهم على اكتافه وجاءته التشريفات من الخليفه العباسي المسترشد بالله اللي هو تولى بعد المستظهر بالله واقره السلطان محمود اللي هو تولى بعد السلطان محمد زي ما قلنا في الدرس اللي فات او في الحلقه اللي فاتت. برضو في حدث مهم حصل في هذه الفترة نحب نعلق عليه هو وفاة أليكسس كومنين لو تفتكروه كان الإمبراطور البيزنطي اللي كان بيحكم بيزنطة واللي سهل دخول القوات الصليبية لأرض المسلمين واللي شارك مشاركة فعالة في دخول القوات الصليبية لأرض الشام ومات أليكسس كومنين وتولى من بعده ابنه يوحنا ابن, ابن أليكسس كومنين وكان على نفس السياسة وظل على نفس التوافق مع إمارة طرابلس اللي هو تذكره كان ريمون الرابع كان صديق لأليكسس كومنين برضو أصبح يوحنا ابن أليكسس كومنين صديق لبونز ابن برترام ابن ريمون الرابع وإن كانت سياسة الدولة البيزنطية ما كانتش يعني بتستدعي الدخول إلى أرض المسلمين أو الإلقاء بالجيش البيزنطي إلى تهلكة آسيا الصغرى عشان ما يكرروش تجارب البيزنطيين السابقين من الهزائم المتكررة على أيدي سلاجقة الروم نقدر كده نقف وقفة ونقول يا ترى إيه الوضع الإمارات عشان الأسماء كترت علينا وطبعا أنا عارف أن الموضوع صعب والأسماء كتيرة وأسماء لعلها بتذكر لأول مرة عند كثير من المشاهدين والمشاهدات نقف وقفة كده ونقول في سنة 513 من الهجرة يعني بعد حوالي قد إيه حوالي 12 سنة تقريبا حوالي 22 سنة من دخول القوات الصليبية لأرض المسلمين دلوقتي مملكه بيت المقدس تحت زعامه بولدن دي بورج اللي هو مسمى بولدون الثاني اماره الروها تحت زعامه جوسلين دي كورتيني اماره انطاكيا تحت وصايه بولدون الثاني ملهاش امير معين انتظارا طبعا لقدوم بوهيمين الثاني اماره طرابلس تحت زعامه بونز ابن برترام اماره حلب تحت زعامه الغازي ابن اورتوك واماره دمشق تحت زعامه طغتكين التركماني وإمارة الموصل تحت زعامة جيوش بيك وطبعا جيوش بيك كان عنده نزاعات انفصالية زي ما قلنا وعامل قلاقل في منطقة الموصل وبالتالي يعني حيدت منطقة الموصل عن الجهاد في سبيل الله في زمان جيوش بيك وفي الزمن الذي سبقهم السلطان محمود هو الذي يتزعم دولة السلاجقة الآن خلفا للسلطان محمد أخيه والخلافة العباسية بيد المسترشد بالله اللي عنده طموح زي ما قلنا والامبراطوريه البيزنطيه تحت حكم يوحنا ابن اليكسس كومنين في السنوات التي تلت هذه السنه سنه 513 من الهجره والمده يعني 8 سنوات قادمه من سنه 513 لسنه 521 الغازي ابن ارطغ بيحاول ان هو يكون اماره للاراطقه ويوسع في الاماره بتاعته طبعا هو عنده مدينه حلب وهي مدينه كبيره ونتيجه الانتصار الذي حققه في البلاط بدات بعض الامارات في منطقه الجزيره اللي هي محصوره بين نهر الفرات ونهر دجله تنضم الى الغازي وبالتالي كون بالفعل اماره قويه من مردين وحصن كيفا واماره حلب وما حولها من بعض الامارات المختلفه وللاسف الشديد كان في اضطرابات شديده في منطقه الموصل نتيجه الخلافات بين السلطان محمود وبين اخوانه وعلى راسهم السلطان مسعود او الملك مسعود وهذه الخلافات عطلت الى حد كبير مسيره الجهاد وخلت عون الموصل للحركه الجهاديه التي تزعمها الغازي في ذلك الوقت عونا كان عونا ضعيفا لم يكن على قدر قيمه وعظمه الشعب الموصلي في ذلك الوقت. الامير او الملك بولدون الثاني لما لقى الاوضاع يعني في انتصار حققه الغازي وفي نوع من السيطره على الاوضاع وفي قتل لروجر الانطاكي واصبح عليه وصايه يعني وصايه انطاكيا هو بيدير دلوقتي بيت المقدس وانطاكيا الاثنين في وقت واحد وفقد عددا كبيرا جدا من جنوده النورمان ولو تفتكروا احنا قلنا الجنود النورمان دولت جم ازاي؟ الجنود النورمان جم لما بولدوين الاول اتجوز من ادلياد اللي هي كانت اميره او ملكه صقليه واتجوز منها وخد معاها خد الثروه الضخمه التي كانت عندها وخد الجيوش النورمان عشان يساعدوه في اماره بيت المقدس في حاجه حصلت قبل وفاه بولدون الاول وما ذكرناهاش وهي الحقيقه نقف عليها عشان بتعرفنا نوعيه هؤلاء القاده وهؤلاء الملوك ان هو ظهرت فضيحه ان بولدون الاول ادعى على زوجته الاولى أردى أنها يعني خانت وهي لم تخن والبابا باسكال الثاني في ذلك الوقت حل يعني قام بنوع من الـ من التحقيق في هذه القضية وأثبت أن القضية كان فيها نوع من التحايل وبالفعل يعني أصدر قراره أن الزواج الثاني هذا غير شرعي وغير سليم لأن الزواج الأول لم ينفصم وما حصلش نوع من الطلاق الحقيقي وبالتالي طلقت الزوجة الثانية اللي هي ادلياد الصقلية بعد ما عاشت مع بولدون الاول اربع سنين كاملة ولما طلقت طبعا عادت الى الصقلية وعادت معها الجنود النورمان وعادت معها الاموال والثروة الصقلية وبالتالي طبعا ضعفت جدا مملكة بيت المقدس بعد ان توسعت توسعا كبيرا واصبحت محتاجة الى جنود والى ناس متفرغة للقتال وهذا الذي دعا بولدون الثاني ان يهتم جدا بانشاء او بتزكية انشاء هيئتين من اخطر الهيئات في تاريخ الحروب الصليبيه وهيمر بينا كتير بعد كده في تاريخ الحروب الصليبيه في ايام نور الدين محمود وايام صلاح الدين الايوبي رحمهم الله جميعا وهي هيئه الاسبيتريه وهيئه الداويه. هيئه الاسبيتريه دي تاسست منذ يعني سنه 1070 يعني قبل 1070 ميلاديه يعني قبل دخول الجيوش الصليبيه الى بيت المقدس بحوالي 29 سنه. تعرفين عارفين بيت المقدس سقط في سنة 492 هجرية الموافق ل 1099 ميلادية فلما سقط بيت المقدس كان في دور كبير جدا لهيئة الاسبتالية، هيئة الاسبتالية ديت كانت تأسست زي ما قلنا 29 سنة قبل هيئة قبل الحروب الصليبية وكانت قائمة على رعاية مستشفى أو رعاية الحجيج الذين يأتون من أوروبا الى منطقه بيت المقدس وكانت هيئه خيريه تقوم باعمال المرضى وفقط ولذلك عرفت بهوسبيتالرز او فرسان المستشفى مع مرور الوقت ونتيجة الاحتياج للطاقة العسكرية بدأ بولدون الثاني يوجه هذه الهيئة إلى العمل العسكري وتركت بذلك العمل الطبي او العمل الخدمي او العمل مع الفقراء فقراء الحجيج وتحولت الى العمل العسكري وكانت تربط بين الدين وبين القتال العسكري وكانت هذه الهيئه هيئه منفصله تماما الانفصال عن بيت المقدس تتبع مباشره الى البابا في روما وكان لها املاك واسعه ولها ثروات طائله وكان لها بعض الجامعي التبرعات وبيلفوا الامارات الصليبيه في الشام كله وبرضه بيروحوا اوروبا يجمعوا التبرعات من فرنسا وانجلترا واسبانيا وصقليه وكان لهم ضيعات واسعه جدا واملاك هائله في اوروبا وفي بيت المقدس وكانت من اشرس الفرق العسكريه اللي كانت متخصصه فقط في القتال وكانت من الفرق التي معروف عنها انها لا تحفظ عهدا ولا تعتبر بوعد وهذا على خلاف تماما الاسم الذي تنتمي اليه فرسان المستشفى دي كانت هيئه هيئه الاسبتاريه والهيئه الثانيه كانت هيئه اسمها الداويه وانشاها احد الفرسان الفرنسيين كان اسمه هوجو دي باينز وهذا الفارس اسس هذه الهيئه بجوار ما يطلق عليه اليهود هيكل سليمان في داخل المسجد الاقصى وفي منطقه تعرف بمعبد داوود ولذلك نسبت هذه الهيئه لمعبد داوود فعرفت بالداويه وكانت ايضا من اشرس الفرق العسكريه تخصصت ايضا في جمع الاموال لتزكيه القتال مع الصليبيين وكانت برضه منفصله عن مملكه بيت المقدس لكن ادت اسهامات ضخمه جدا في تثبيت دعائم مملكه بيت المقدس لعده عشرات من السنوات بعد هذا الموضوع. بنقول ان السلطان محمود يعني بعد ما وجد هذا الضعف من جيوش بيك اقطع من جديد اماره الموصل الى اكسونكر البرسوكي اللي اتكلمنا عليه قبل كده ان هو كان بيتولى حكومه الموصل بعد وفاه او بعد استشهاد مودود رحمه الله لم يظهر كفاءه عسكريه كبرى لكنه كان من الصالحين وكان من الاتقياء وبالفعل بدا اكسونكر من جديد بعد ما تولى الحكم في الموصل يحرك من جديد المسلمين لحركه الجهاد وبدا يعني يشجع الناس على القتال وان كان زي ما قلنا ما كانش ليه نفس الكفاءه العسكريه اللي كانت عند مودود رحمه الله الغازي ابن ارتق برضه كان مستمر في تكوين المملكه اللي هو للأراطقه او اماره الاراطقه وبدأ يقوم ببعض الحملات الجهاديه ضد الصليبيين كان ليه بعض الانتصارات وكان ليه بعض الهزائم وظهر الى جوار الغازي ابن ارتق احد الاراطقه الاخرين كان اسمه بلك ابن بهرام وهو ابن اخو الغازي ابن ارتق وبلك ابن بهرام الحقيقه كان برضه من الشخصيات الجهاديه المرموقه في العالم الاسلامي لكن برضه للاسف الشديد كان الجيش بتاعه من المرتزقه لكن كان عنده جهود جهاديه واضحه في احد المعارك ضد موقعة ضد امارة الرها الصليبيه وهو جيشه كان حوالي 400 فارس فقط جيش بلك ابن بهرام قاتل جوسلين دي كورتيني اللي هو امير امارة الرها في ذلك الوقت واستطاع ان ينتصر عليه انتصارا كبيرا بل واسر جوسلين دي كورتيني امير الرها يعني اصبح جوسلين دي كورتيني هو راس من اكبر الرؤوس الصليبيه في ذلك الوقت اسيرا في يد بلك ابن بهرام وزاع طبعا صيد بلك ابن بهرام في العالم الإسلامي بكامله لكن للأسف تزامن مع هذا الحدث موت آه الغازي ابن آه أرتق رحمه الله وبموت الغازي ابن أرتق للأسف الشديد تفتتت آه إمارته تفتتا كبيرا بين آه أربعة أو خمس آه أقسام طبعا احنا قلنا قبل كده ان الجيش بتاعه كان جيش كله يعني قائم على طلب الثروه وطلب المال وكان جيش من المرتزقه فعشان كده مجرد ما مات الغازي ابن ارتق فتتت الدوله تفتتا كبيرا وطبعا ده ادى لنوع من الضعف الشديد واحنا عارفين ان حلب كانت تتبع للغازي ابن ارتق فلما مات حلب تولى الحكم في لما مات الغازي ابن ارتق تولى الحكم في حلب سليمان ابن عبد الجبار ابن أرتق هو أحد أولاد إخوات الغازي ابن أرطق وكان رجل ضعيف ما عندوش نفس الحمية اللي كانت عند الغازي ابن أرطق وراقب هذه المواقف بلدون الثاني ملك مملكة بيت المقدس فخد جيش بسرعة وحاصر حلب وما كانش عنده الرغبة دلوقتي انه يفتح حلب لكن كان بيضغط عليها عشان ياخد منها صلح او هدنة يديله له فرصة انه يحارب بلك ابن بهرام الزعيم الذي يعني يمتلك في يديه الان جوسلين او جوسلين دي كورتيني امير الرها وطبعا كان امير الرها امير منطقه خطيره جدا مزروعه في داخل العالم الاسلامي اماره الرها فلو عزلت هذه الاماره كان في خطوره شديده على الاماره فبولدون الثاني ضغط فعلا ضغط شديد على اماره حلب وسليمان بن عبد الجبار لضعفه الشديد قبل بالهدنه مع ان يعني الموقف الاسلامي ساعتها كان ممكن يقاوم وبالفعل خد يعني بولدون الثاني اللي كان عايزه من الهدنة وانطلق آمنا بعد أن أمن ظهره بتسليم إمارة حلب بالهدنة انطلق ليحارب بلك ابن بهرام والتقى معه في موقعة كبيرة وللمفاجأة العظمى التي هزت العالم الإسلامي انتصر بلك ابن بهرام على بولدون الثاني بل وأسر بولدون الثاني ملك مملكة بيت المقدس فأصبح في لحظة واحدة بلك بن بهرام يمسك بأحد يعني اليدين جوسلين دي كورتيني أمير رها وبيده الأخرى يمسك ملك بيت المقدس بولدوين الثاني وتغيرت النظرة تماما لبلك بن بهرام أصبح هو قائد الجهاد في العالم الإسلامي والذي يعني تعلق عليه الأمال وجاءته التشريفات من هنا وهناك ونظمت الأشعار والقصائد في مدح بلك بن بهرام رحمه الله وفعلا من أعظم المجاهدين أيضا في التاريخ الإسلامي لأنه كان واضح في كل حركاته الجهادية أن هو لا يطلب يعني مالا ولا ثروة ولكن يطلب فعلا الجهاد في سبيل الله ولذلك نصره ربنا سبحانه وتعالى على أعدائه مرة والثانية وامتلك بيديه هذين الأسيرين الكبيرين وضعت مملكة بيت المقدس في أزمة كبيرة جدا حطوا عليها واحد اسمه استاش جارنيه واستاش جارنيه حكم مملكة بيت المقدس شهر واحد ومات فادوها لويليام ديبور يعني أوضاع متقلبة شديدة جدا أزمة ضخمة جدا وهو بلك بن مهرام استغل الموقف وكان بيحاصر حصن من الحصون بجوار أنطاكية لكن للأسف الشديد قام النصارى في منطقة خرتبرت منطقة خرتبرت هي منطقة الرئيسية التي كان يحكمها بلك بن بهرام وكان حاطط فيها الأسيرين الثمينين جوسلين دي كورتيني وبلدون الثاني قاموا بمؤامرة واستطاعوا تخليص الأسيرين الصليبيين وعرف بلك بن بهرام بسرعة فرجع إلى خرتبرت واستطاع أن يعيد أسر بلدون الثاني لكن جسلين دي هرب وطبعا اصبح يعني الموقف خطير فعلى طول نقله من خرطبرت الى حران ثم الى حلب ليصبح في منطقه امنه بعيده عن مناطق النصارى منطقه ذات كثافه يعني اسلاميه كامله في حلب فدلوقتي بولدون الثاني في ايدين بلك بن بهرام وجوسلين دي كورتني حرر لكن سبحان الله في ظل هذه الازمه وهذه التقلبات وهذه الامال المعلقه على اكتاف بلك بن بهرام في أثناء حصاره لأحد الحصون سبحان الله أتاه سهم غرب يعني سهم لا يعرف مصدره فوقع في صدره فاستشهد رحمه الله طبعا ده نصر كبير جدا حققه ان هو مات شهيدا في سبيل الله ومات رافعا راسه ومجاهدا في سبيل الله، نعم خسر المسلمين علم من اعلام الجهاد لكن خسره في موقف شريف وفي موقف عزيز وهو يرفع راسه ويعز المسلمين واصبح المسلمون في موقف صعب جدا في حلب إنتقلت إمارة حلب من جديد لأحد الذين وزعت عليهم الأملاك بلك بن بهرام وأملاك الغازي وكان اسمه حسام الدين تمرتاش وحسام الدين تمرتاش كان ابن الغازي وكان رجل كما يصفه ابن الأثير رجل يعني لا يحب يحب الدعة والرفاهية وليس له يعني من هم في قضايا الجهاد وقضايا المشاكل والحروب وما إلى ذلك لدرجة أن هو يعني مع عظم أهمية مدينة حلب وقيمتها القصوى وكونها يعني بتمثل الواجهة الأولى ضد الصليبيين ترك مدينة حلب وعاش في إمارة مردين وعين على إمارة حلب يعني أحد الأمراء من طرفه فكان وضع سيء جدا يعني لكن طبعا كان في مشكلة كبيرة لابد أن يبت فيها هذا الرجل الوديع الذي لا يحب المشاكل وهو حسام الدين تمرتاش وهو مشكلة الأسير الثمين الذي في حلب اللي هو بولدون الثاني والذي يعني ورثه بالتبعية حسام الدين تمرتاش فحصل نوع من الوساطة السياسية وكان الوسيط هو سلطان ابن منقذ أمير شيزر وقعد ما بين جوسلين دي كورتيني أمير الرها الذي حرر وبين حسام الدين تمرتاش ودارت بينهم المفاوضات واتفقوا في النهاية على أن يطلق سراح الملك بولدون الثاني على أن يدفع الملك بولدون الثاني 80 ألف دينار من الذهب للإمارة الإسلامية وعلى أن تعاد حصون عزاز والأثارب وزردنا والجزر وكفر طاب يعني خمس حصور تعاد إلى أمير لإمارة حلب وعلى فكرة هذه الحصون الخمسة ليست مملوكة لبيت المقدس ولكن مملوكة لإمارة أنطاكيا وبولدون الثاني بحكم أنه وصي على إمارة أنطاكيا يعني إدى التصريح بإعطاء هذه الخمس حصون للمسلمين والحاجة الثالثة إخضاع رجل كان اسمه دبيس بن صدقة، ودبيس بن صدقة هذا كان رجل شيعي، وكان عمل انقلاب على الخلافة العباسية، وقاتل الخليفة العباسي، لكن سيطر على هذا الانقلاب، وهرب دبيس بن صدقة إلى مناطق الجزيرة، وكان معادي لحسام الدين تمرتاش، ومعادي للأرطقة ومعادي للخلافة العباسية، فكان من ضمن البنود الموجودة في المعاهدة إن بولدون الثاني يعاون حسام الدين تمرتاش على اخضاع دبيس ابن صدقه. طيب اذا اطلقنا بولدون الثاني ويعني و... ما هو الضمان ان تعاد هذه الحصون الخمسه الى المسلمين؟ وما هو الضمان على ان يساعد بولدون الثاني المسلمين في قمع ثوره دبيس ابن صدقه؟ وما هو الضمان على دفع ألف دينار وهي ليست متوفره كله في ذلك الوقت بل دفعت يعني مبلغ منها كمقدمة فتواصلوا جميعا على أن يكون الضمان هو بعض الرهائن الصليبيين الذين يسلموا إلى حسام الدين تمرتاش أو يسلموا إلى السلطان ابن منقذ اللي هو الوسيط بين الطرفين يا ترى من هم الرهائن دولت شيء غريب جدا وافق بولدون الثاني أو هو الذي عرض بولدون الثاني على أن تكون هذه الرهائن مجموعة من الأطفال الصليبيين بس مش اي اطفال صليبيين، الطفل الاول هو ابنة بولدوين الثاني شخصيًا، يعني ابنة ملك بيت المقدس شخصيًا، والطفل الثاني كان جوسلين ابن جوسلين دي كورتناي، جوسلين الثاني ابن جوسلين دي كورتناي، يعني اتنين اولاد أم امير الرها وملك بيت المقدس ومجموعة من اطفال اولاد الأمراء الكبار في مملكة بيت المقدس فمعنى كده ان هو يعطي شيئا يجزم معه انه سوف يؤدي ما يعني ما كلف به من تبعات نتيجه اطلاقه، والفعل اطلق بولدون الثاني وبمجرد ما اطلق ذهب على طول الى انطاكيا لان انطاكيا قريبه جدا من حلب فذهب الى انطاكيا وجلس مع اسقف انطاكيا اللي عنفه بشده على تسليم خمس حصون من حصون انطاكيا الى المسلمين وقال له ان دي املاك انطاكيا وانت مجرد وصي على انطاكيا فهنا ارسل بولدون الثاني رساله الى حسام الدين تمرتاش انه يعود في هذا البند وانه لن يسلم الحصون الخمسه الى المسلمين وانه لن يقبل بتسليم الحصون الصليبيه الى البلاد الاسلاميه مهما كانت النتائج وطبعا حسام الدين تمرتاش فوجئ بهذا الامر وهو اصلا ما عندوش اي رغبه في القتال ولا في الجهاد في سبيل الله ومعاه عدد من الرهائن مش عارف يعمل بهم ايه فيعني يا ترى ايه اللي هيتصرف فيه حسام الدين ابن تمرتاش؟ لسه الرؤيه ما وضحتش وبلدون الثاني ما ادالوش فرصه يفكر تحالف مع من؟ تحالف مع دبيس ابن صدقه اللي كان المفروض يخضعه لصالح حسام الدين ابن تمرتاش يعني نقض المعاهده من اولها الى اخرها واخذ جيشه وحاصر مدينه حلب. ترى ما هو رد فعل حسام الدين تمرتاش؟ لهذه المخالفة الواضحة الصريحة من بولدون الثاني ترى ماذا سيفعل في الرهائن الصليبيين الأطفال الذين معه وترى ماذا سيفعل بولدون الثاني مع إمارة الره مع إمارة حلب وترى ماذا سيفعل أمير الموصل الجديد أكسنكر لمقاومة الصليبيين هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته